بعيدا عن هذه الخيارات، في التجارب السياسية الديمقراطية هناك رؤية، هناك برنامج وتنفيذ للبرنامج ثم تقييم، هل نفذنا هذا البرنامج؟ أين وصلنا؟ نسبة التنفيذ؟ وعلى أساس نقرر أن نستمر لتكملة هذا المشروع أم أننا فشلنا لا سمح الله في تنفيذه. أنا بعيد عن الجدل والنقاش السياسي في هذه المواضيع، كل ما أركز عليه هو المشروع والبرنامج وخصوصا الخدمات والاقتصاد، لأنها تمثل الهم الأول لأبناء الشعب وأنا خيار الشعب. طبعا سنأتي إلى هذا النقاش في محور آخر دولة الرئيس، لكن نتحدث الآن في جو الانتخابات. هل هناك موعد محدد نهائي الانتخابات البرلمانية المقبلة دولة الرئيس؟ وفق الدستور قبل انتهاء الدورة الانتخابية الموعد المحدد. طيب وفق أي قانون ستجرى الانتخابات المقبلة؟ وفق القانون الحالي اللي شرع مجلس النواب والتي جرت على أساس انتخابات مجالس المحافظات. بمعنى ليست هناك نوايا لتعديل القانون الحالي؟ يعني هو تم تعديل القانون في وقتها والحكومة ما دخلت، هذا كان نتاج توجهات القوى السياسية في مجلس النواب واحترمنا هذا التعديل، وبالتأكيد هذا يخضع للتوافق الوطني عند وجود رغبة للتعديل من عدمه.